السلام عليكم، معكم دكتور أحمد أشكناني من كلية العلوم الإدارية. اليوم راح أتحدث عن البحث اللي قمت فيه مع مجموعة من طلبة بجامعة الكويت. البحث هذا يتناول العوامل اللي لها ارتباط بأداء الطلبة في الاختبارات، فخذينا عينة من 126 طالب من مقررات إدارة العمليات بكلية العلوم الإدارية. الطلبة طبعا نتائجهم قسناها باختبارات قصيرة واختبارات فصلية، فكانت مجموع الاختبارات حوالي 851 اختبار متوزع بين اختبارات قصيرة والاختبارات الفصلية. قمنا بقياس تأثير الـ effort regulation على الـ course performance. الـ effort regulation نقصد فيه مدى قدرة الطالب على التحكم في تركيزه أثناء دراسة المادة العلمية. هل الطالب يلهب سهولة مثلا بالملهيات الخارجية ولا يقدر يتحكم نفسه ويتم دراسته للمادة العلمية بالشكل المطلوب بدون ما يتأثر بالعوامل الخارجية؟ فالإفرت ريجيليشن يقاس من 1 إلى 7، وشفنا كل ما زاد الإفرت ريجيليشن كان في نتيجة إيجابية على أداء الطلبة بالاختبارات. فلكل درجة إضافية في الإفرت ريجيليشن كان في معدل زيادة بمقدار 3.5% في أداء الاختبارات. ايضا قمنا ب اكزامينج اداء الطلبه من ناحيه الالتزام بالحضور والغياب، فشفنا ان كل غياب اضافي للطلبه كان متعلق بانخفاض بمقدار 4.4% في اداء الطالب في الماده العلميه، وكل تاخير عن المحاضره بمعنى ان الطالب يوصل متاخر للمحاضره كان مرتبط بانخفاض 1.2% في اداء الطلبه بالاختبار. طبعا هذا الاداء احنا الدراسه نوعها لونجيتودينال، قاعد نقيسها على مدى زمني، فشفنا ان مثلا التاثير في هذا الاسبوع مرتبط في الاختبار، نتيجه الاختبار في الاسبوع اللي بعده اللي كانت تختبر الماده العلميه اللي تم شرحها بذاك الاسبوع. اذا زاد الالتزام الطلبه بالاسبوع اللي بعده فالنتائج اللاحقه تكون افضل. الخطوه اللي بعدها قمنا نشوف شنو علاقه الكنترول اوف ليرنينج بيليفز والتاسك فاليو بهذه العوامل. فالcontrol of learning beliefs يعكس مدى اعتقاد الطلبة بأن الجهد المبذول من قبلهم سيؤدي إلى نتيجة إيجابية. يعني أنا كطالب إذا بذل جهد هل أعتقد أن راح أشوف نتيجة ثمرة إيجابية في أدائي في المقرر الدراسي أم لا؟ إذا زاد الcontrol of learning belief فشفنا أن الeffort regulation عند الطلبة يزيد، الabsences تقل واللاتنس تقل، فالتزامهم بالحضور والغياب يزيد وأيضا الإفرت ريجيليشن يزيد عندهم، مما له أثر إيجابي على أدائهم في المقرر. كذلك التاسك فاليو، البرسيف تاسك فاليو، بمعنى أن الطلبة هل يعتقدون أن المادة العلمية المحتوى العلمي الذي يدرسونه هل هذا مفيد لهم في حياتهم العملية أم لا؟ كل ما زاد التاسك فاليو زادت العلاقة بين الإيجابية بين الكنترول أوف ليرنينج بيليفز والإفرت ريجيليشن. فالنتيجة النهائية لهذا البحث نقدر نسجل منها التالي. أول شيء من المهم جدا للأستاذ أن يبين من بداية المادة الدراسية أهمية المحتوى العلمي اللي يدرس لهم، أهميته في صقل مهاراتهم العلمية، أهميته في تهيئتهم لسوق العمل. كذلك مهم جدا أن نساعد الطلبة على بناء الثقة بالنفس، أن إذا أنا بذلت الجهد المطلوب راح أشوف نتائج إيجابية. نبين لهم أهمية الالتزام بالحضور والغياب، طبعا هذا الشغل يمكن الأساتذة عندهم إحساس فيها ولكن نشوف هنا نتيجة واضحة وموثوقة. كل هذه الأمور تؤثر على أداء الطلبة ونحاول أن نحسن من العملية التعليمية عن طريقها. طبعا في شغلة مهمة جدا أحب أذكرها هنا، أن النتائج اللي تشوفونها هي ارتباطية وليست سببية، correlational and not causational، بمعنى الموديل اللي احنا قاعد نقيسه يقدر يوجد لي العلاقة الارتباطية ولكن هذه ممكن ما تكون هي السبب الحقيقي لإيجاد النتائج. أعطيكم مثال، إذا قلنا مثلا في طالب متفوق، الطلبة المتفوقين يمكن يكون التزامهم بالحضور أعلى من الطلبة الغير متفوقين مثلا، ولكن نتيجة الإيجابية هي بسبب تفوقه العلمي وقدراته الأكاديمية وليس بالتزامه بالحضور. يمكن هذا الطالب يمكن مثلا لو قاعد بالبيت كانت نتيجة ما تفوق. فشلون نقدر نتحكم في هذه التفسيرات او نلغي هذه التفسيرات المغايره؟ اللي قدرت اسوي بهالبحث اني قست قدرات الطلبه عن طريق عده عوامل، منها معدلهم سواء بالثانويه او بالجامعه، منها التخصص الجامعي، منها عدد الوحدات اللي سجلوها في الكورسس الدراسي وعده عوامل اخرى. حاولت اقيس او اي كنترول فور الستودنت ابيليتيز. هذه النقطه الاولى. الشغلة الثانية أن بالنهاية حتى لو كانت الدراسة هذه
ارتباطية، في ارتباط واضح بين هذه العوامل والأداء الطلبة في المادة الدراسية، فهذا ما يلغي أن ممكن تكون هذه العوامل هي مسببات، ولكن لم نصل إلى درجة اليقين. بالنهاية أنا حاب أشكر صراحة قطاع الأبحاث على استضافتنا اليوم لعرض نتائج هذا البحث، وأتمنى أن شفتوا استفادة منه. يمكن هالسنة كانت الظروف شوي مغايرة لكل عام، كل سنة كان عندنا أكثر ونصح للطلبة أو الأساتذة، هالسنة فيرتشوال، أتمنى أن قدرنا نوصل معلومة بالصورة المطلوبة. مشكورين.